وللمزيد من المتابعة والتحليل للقمة المصرية الصومالية تنضم إلينا الكاتبة الصحفية أستاذة أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الإفريقي. أستاذة أسماء، بعد التحية أبعاد كثيرة لهذه الزيارة ولهذه القمة، أود التوقف معك عند البعد الثقافي والتعليمي والحضور المصري ثقافيا وتعليميا داخل الصومال. نتحدث عن إفاد بعثات دراسية، استضافة الطلاب الصوماليين بالجامعات المصرية، أهمية هذا البعد في العلاقات المصرية الصومالية برأيك؟ نعم، أهلا وسهلا. زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بعد انتخابه مؤخرا والاتفاق على البعد الثقافي والتعليمي هو اتفاق كبير ويلبي أشواق لدى قطاعات واسعة من الشعب الصومالي، أبناء الشعب الصومالي الذين شبوا على التعليم والثقافة المصرية، وكان المعلمين المصريين يذهبون إليهم في الخمسينات والستينيات من هذا القرن، وكانت بعثة الأزهر هي أكبر بعثة تعليمية كانت موجودة في مقديشو، وبالتالي هناك حاجة كبيرة لهذا الدور التعليمي المصري في ظل ما عانته الصومال من حرب أهلية ومن أيضا ظروف القرصنة والإرهاب وغيرها من التطورات المأساوية خلال العقود الماضية. هناك حاجة لانتشال الصومال وأبنائه الآن من هذه الظروف الصعبة، ومصر تستطيع أن تلعب دور متقدم بالأزهر الشريف الذي له مكانة كبيرة في قلوب الصوماليين وبمؤسساتها التعليمية والثقافية جميعا. في المؤتمر الصحفي أستاذة أسماء، كان هناك تأكيد من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعاون في كافة المجالات وتدريب الكوادر الصومالية، وأيضا الإشارة لأهمية التنسيق والتشاور للحفاظ على أمن القرن الإفريقي وتحديدا أمن البحر الأحمر. ما تمثله الصومال وما تمثله هذه المنطقة من أهمية للدولة المصرية برأيك؟ الصومال هو البوابة الجنوبية بالنسبة لأمن مصر، لأمن البحر الأحمر، وأيضا ركيزة استقرار مهمة في القرن الأفريقي، وبالتالي دعم استقرارها ودعم أبنائها وكوادرها ودعم تأسيس الدولة الصومالية والجيش الصومالي الموحد والقوي ودحر الإرهاب الذي يهدد الصومال بشدة، وكل هذه العوامل أعتقد أنها مهمة في ليس استقرار الصومال وحده، وإنما استقرار القرن الأفريقي والمنطقة كلها وأمن البحر الأحمر وأمن مصر الذي يبدأ من حيث يبدأ أمن الصومال. بداية مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الصومالية، كيف تقرأين هذه العلاقة في سياق الحضور المصري إفريقياً؟ نعم، مصر سعت بقوة خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز تعاونها وتلاحمها مع أشقائها وشقيقتها في أفريقيا، وأعتقد أن الصومال يقع في القلب من هؤلاء الأشقاء وله أهمية وخصوصية كبيرة جدا بالنسبة لأمننا وبالنسبة للأمن العربي والأفريقي معا، وبالتالي أعتقد أنه سيحتل أولوية في المرحلة القادمة بالنسبة لمصر وما أعلنه السيد الرئيس من مزايا للشعب الصومالي ولأبناء الصومال في التعاون مصر معهم. أعتقد أن له أهمية كبيرة وأنه يجب أن يتم البناء عليه من كل المؤسسات المصرية، سواء مؤسسات الدولة أو قوى مصر الناعمة التي يجب أن تولي الصومال أهمية خاصة في المرحلة الراهنة. الكاتبة الأستاذة أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الإفريقي، شكرا جزيلا لك.